ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ مرحبا بكم في عالمنا اللي هو عالمنا ولي الوصفات. كديرين؟ توحشكم بزاف، كلشي بخير، اموركم هانيه. كنتمنى انكم تكونوا كلكم في امان الله وفي صحه جيده. وكنبداو بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الاكله اللي عجيبه وفريده من نوعها، كتجي غزاله وكتجي رائعه، وكيموتوا عليها وكيحماقوا عليها الوليدات. وعلاش لا ما نشاركهاش معكم باش نتوما توجدوها لوليداتكم. اول مرحله غادي نديرها معكم، حيت هي ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نحتاج فيها اطرو ديال الحليب، وغنحتاج فيها معلقه ديال الزبده، وعندي هنا 4 المعالق ديال الطحين الابيض ولا الفورس. هادشي اللي غادي نحتاج. بسم الله على بركه الله، بلا ما نطول عليكم، غادي ناخذ هاد الفورس غادي نديرو على اطرو ديال الحليب، نهبطو كامل بحيث بالعبار عندي 4 المعالق ديال الفورس. غادي نطرب هادشي مزيان حتى ما كيبقاش لي هذوك الكويرات كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد عليهم معلقه ديال الزبده. غادي ناخذ معلقه ديال الزبده، ولكن غادي نطرب هادشي مزيان حيت بانوا ليا مازال باقيين الكويرات. صافي كيبان لي صافي، ها هما مبقاوش. غادي ناخذ معلقه ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، نباتيه اولا الزبده المارغرين ماشي مشكل، معلقه كبيره ديال الزبده تكون مسطحه. ولا بغيتو تزيدو باش كيجي دهني اكثر راكم كتزيدو. انا بالنسبه مع كاين الاجبان تفضلت على انني هاد الاكله هي كوزاميه ولا تنقولوا باستيشيو، اكله ايطاليه كتجي لذيذه وكتجي غنيه وزوينه. المهم ها هي معلقه ديال الزبده غادي نديرها هنا نزلها. وغادي نحط هاد الشيء كله فوق البوطه، وغادي نرجعوا باش نشوفوا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه من بعد ما درت البيشاميل، لاصوص بيشاميل، زدت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار على الحليب، خليتهم كل مره كنحركهم باش ما يتكورش لينا الخليط. ودابا غادي ناخذ البطاطا. خديت كيف ما شفتوا، خديت البطاطا نقيتها وقطعتها على هذا الشكل هكا طولي بحال الفريت كيف ما كنقولوا، وكنحاولوا نرقوها شويه. شديتها سلقتها نسلقها مع شويه ديال الماء والملحه، ودابا درت الزيت يسخن غادي نديرها تقلى ونعاودوا نتلاقوا. دابا غادي نبداو ان شاء الله في المرحله الثالثه. كيف ما كتشوفوا خديت الفريت قليتها، واللي مبغاش يقليها راه كيدخلها للفران، وما تنحمروهاش بزاف كيف ما باغيين ناكلوها. هذه مازال تابعه الفران، مازال غادي طيب غير فحال تنديروا لها غير نص قليه صافي. هنا كنحتاج الفرماج محكوك، الفرماج الاحمر. وهنايا خديت الاشكال ديال الكاشير ولا لاداند، خديت واحد الشكل قطعته هكا على شكل نص مصوصه، هذا قطعته على شكل اصابع طولي. وهنايا خديت الفرماج ديال الساندويتش قطعته على هذا الشكل هنايا حتى هو طولي، وهذا حتى هو واحد الشكل ديال لادان حتى هو، راه درت ليه هكا. وراه ممكن تزيدوا القطع ديال الصدر ديال الدجاج، انا اكتفيت غير بهذا الشيء، راه يعني اكله غنيه. وهنايا كيف ما قلنا راه الفرماج الاحمر. هنايا هذا لاصوص بيشاميل بعد ما وجد لينا، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي عاقد. وراه كيف ما قلنا راه درت فيه داك الزبيده وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار باش كنلسمو صافي. واللي بغات يدير فيه شويه الزعتر تيديروا فيه. بسم الله على بركه الله، كناخذ هاد العناصر كاملين، كناخذ الفريت كنديرها هكا في شي طاسه، كندير معاها هاد لاداند والفرماج، الفرماج ديال الساندويتش. كنحاول ندير ليه هكا باش كنفرقهم على بعضياتهم باش كيجي كل بلاصه فيها شويه، وهو في الاخر غادي يذوب لينا مع السخونيه، راه غادي يذوب ما غاديش يبقى. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول غير نحلو شويه صافي، وكنهبط معاه هاد القطع ديال لاداند. كيف ما كنقولوا راه ممكن نزيدو شويه ديال الكفته، ولا ممكن نزيدو باش شويه ديال صدر الدجاج ولا قطع ديال اللحم، حتى هادشي راه ممكن نزيدو. هنايا غادي ناخذ شويه ديال لاصوص بيشاميل،
هنا غادي ناخذ شويه ديال لاصوص بيشاميل، ولكن من قبل غادي نخلط هاد العناصر بحال هاد الشكل هذا. غادي نعاون بيديا، كنتمنى ان كل شيء يكون واضح. وراوك لي زوينه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف، وكيحماقوا على الوليدات علاش لا ما نوجدوش لهم في الدار، وكتباع في كتباع على برا. هنا الا وجدناها راه كتكون احسن. صافي هنايا غادي نقاد غير باش يتقادوا ليا، باش كلشي يجي فيهم الكاشير والبطاطا. صافي هنايا غادي ندير عليهم شويه ديال لاصوص بيشاميل، غير شويه حيت في الاخر غادي نعاود نزيدو. صافي حسب 3 المعلقات، وغادي نحرك مزيان كلشي هكا غير باش كيتلصقوا ليا باش كيتجمعوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه بداو تيتجمعوا دابا. غادي نحيد هذا. هنايا عندي واحد هكا بحال شكل ديال طويجنات، واللي بغات كدير في دوك القوالب ديال الزاج ممكن، ولكن هاد الكوساميه معروفه بهاد الطويجنات، هي باش معروفه. واللي ما متوفرش عنده راه كيف ما قلنا راه كيتباع عند مولطين، اللي ما متوفرش عنده راه ممكن كيدير دوك القوالب ديال الزاج ديال لي طارت. نوضح لكم مزيان كيف ما قلنا راه تيدير دوك القوالب ديال الزاج ديال لي طارت. هنا اللي بغا يدهنهم، هنا اللي بغا يدهنهم شويه ديال الزبده. انا درت لهم غير شويه ديال زيت الزيتون باش ما كيجيوناش دهنيين بزاف، بحال هكا كندهنهم غير شويه ديال زيت الزيتون. صافي من بعد ما كندهنهم كناخذ شويه قياس، غير شويه، كل وحده كندير فيها شويه بحال هذا الشكل. واللي بغى يدير بلا ديال مثلا ديال 5 ولا 6 الاشخاص، راه كاين وحده كبيره كتباع ديال بلا جماعيه يعني. كنحاول نقاد فيها شويه ديال الكاشير، اللي ما جاش فيها كنحاول نقادو فيها. كندير في هذا سهو يا، حاولوا تجربوها راه كتجي لذيذة وكتجي رائعة. ممكن قد كنشوف اللي ما فيهاش الكاشير ولا الفريز راه كنزيد فيها شوية شوية. هو راه في حد ذاته راه بلا كيشبع، كيجي لذيذ ورائع. صافي بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نزيد عليه شويه ديال لاصوص بيشاميل من الفوق. هي راه اكله صيفيه ومنعشه، كتجي في الغداء وحتى في العشاء. كنقادو شويه هذيك لاصوص بيشاميل حتى كيجيونا مقادين، نديرو مع الجناب وكلشي. صافي غير بحال هكا نجيبو هذه حتى هي. وفي هذه الاثناء رانا درت الفران ديالي كيسخن، حيت هي غادي نطيبوها في الفران. هذه راه اكله مشهوره في ايطاليا وكتوجد بسرعه كيف ما كنشوفوا، يعني اكله بالنسبه للناس اللي خدامين ولا هذا راه بسرعه كتوجد. هاد لاصوص بيشاميل بالنسبه للناس اللي تتكور ليهم راه ممكن نديرو ملي نطيبوا لاصوص بيشاميل اللي تكور لينا، راه كنشدو كندوزو في الخلاط ولا في الطحانه كيجي صافي، كيجي لينا ليس، كيجي لنا رطب. هنايا خدينا شويه ديال الفرماج الاحمر، غير شويه
كنزينو به من الفوق بحال هذا الشكل هذا، غير شويه شويه من الفوق. وما تنساوش لاصوص بيشاميل ملي كنديروها راه ما تنقويوش فيها الملح، حيت البطاطا اصلا دايره لها نص لقه في الملح وزائد الفرماج وهاد الاجبان كله مالحين، نحاولوا ما نقويوش الملح في لاصوص بيشاميل، هي قبيصه صغيره. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا هكا بحال هذا الشكل هذا، غادي ندخلهم الفران ديالنا. من بعد من غيطيبوا غادي نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوهم كيفاش كيجي الشكل النهائي ديالهم. انا رجعت معكم بعد ما خرجت الكوساميه ديالنا من الفرن، راه كتجي لذيذه وكتجي رائعه وكتجي محمره، خليوه في الفرن حتى كتحمر تيولي هاد القشره ديالها حمراء من الفوق. صافي وكنزينها هذا تيبقى غير كتزين، كنزينها بشويه ديال الربيع من الفوق، ولا اللي بغات يحك فيها شويه ديال الزعتر من الفوق حتى هو راه ممكن، غير بحال هذا الشكل هكا. راه كتجي لذيذه وكتجي رائعه وكنتمنى انكم تفرحوا بها الوليدات، كتجي زوينه واكله صيفيه ومنعشه طبيعه الحال. وانا كنقدم معها كؤوس ديال العصير طبيعه الحال مع كيف ما قلنا اكله صيفيه. كنقدم مع كؤوس ديال العصير باش كنزيدو نزيدو الانعاش اكثر واكثر، كتكون اكله كيف ما قلنا منعشه. وبصحتكم وراحتكم وفرحوا بها وليداتكم، وكنتمنى انكم توجدوها وتعجبكم، وكنتسنى التعاليق ديالكم طبيعه الحال تقولوا لي الاراء ديالكم فيها. بصحه وراحه مره اخرى، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.